سلامتها قريشة كل مية شرفتها بلن مركة روح يدقو السلام يا سلامة إسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إلهي بان محلة إنه نبضا مانتا أو بش أكتوبر لبيلا تتحي أو أمانتين نيكوات أي نكون موجين هنا تاجرين ندمان قبل السومالا يتقوين كالسومالا أردن أي تاجرين نكون موجين هنا إسكو صباح يدعا أي تاجرين نو أما ينو حضين نو حسب يكل مية صعبا صعبا سلاس الله أكبر الله أكبر الله أكبر انت اكدب ادي 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 ما ستين تمان طبعا قابياشي حفلتك سوق 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 بقابيي استي افرتي ساعود دنبيسي كسو جيري هولاني هي دمان انت شعب كي ناسي حالا وندش الا ساكو تاقنيد سيو موجي لهاي شعور تودا يتاقنا لكل مية ادي ادي ما ستين وحاج لا هاي أتانا يحش بيا كل مية أنا أقول لبعض الرماد بان ما أنت شغال هنا من تضرب لي السنة اللي صار دافني اللي خلت هيني وحيا إنه خبرنا وإحنا ويا لا ودك تين وليش أنا مرة ربع اللي حسوسين هنا تلا بعد وحويان بلقات كيجا إن هدي لهين هو جوري يدور سنة مرة بعد إن وحي نجاك بيومي مدة تضرب السنة إن لما يستري دونه أو كو أرينا عند بتكلية ده واحد بكسو قبنا واحد بلن بكسو قبنا تطلعي صنوب واحد حجنا هيدا عند بتكلية ده واحد كرو قادنا هيدا عند بتكلية ده إذا ماذا قرنك بوليسك تيرشا إذا كبدا لما أنت تود واحد لقلية حوق بال لقلية طب برا لقلية دخال لقلية سايو خبطان هذي قالوا قبعة هي عند بتكلية ده قالوا قبعة هي واحد نبحي ده راليها وريها واحد يسميها وريها راليها وراليها دمان واحد نسميني ونبحيني ولو ندعي واي دوري نوري درجة دي او قيمة ويا شيء اذا ما ذكر الدوار يا خركة هيا نبحيني ما انت واحد ما سعطان واحد ما سعطان ان ما انت اسكرتي اسكري جيني isku aan min madaxda u sareysay ila ka hooseeya ana kala sareyna maanta jaranjar qiimo leh oo kala sareyna ay leeyihiin waxaad ogtihiin haddaan example gaaban siiyo meesha uu ka dhigay dalay boorana ee wadayaasheenii hawlgabka ahaa ay 200 ku tukuro Soomaaliya ku qaadanayeen ee qaarkood ba laga yaabay in caruur maanta dariyeesha ay lahayn muddadii markaan dhimiday inay rag u soo baxday gaashaan la sare u soo baxday dadan nolosha oo isbedeshay waxaan ka leenahay arrimaha nabadgelyada imikana waxaan ku tala jirnaa in dalka nidaamkiisa kala dambeyntiisa iyo waxa la rule of law kala dambeynta sharciga inaan xoojino haddii dib loo doorto inaan xoojino oo aanan inaan la maqli doonin beer heblaayo iyo beer heblaayo iyo maarsa oo yaaba dhexdhexaadinaya sharciga dal ka sareyn doona taasaad nagu balan qaadinaa inaan xoojino kala dambeynta qaranka waxa kaloo raacaya garsoorka oo tayeen badan ku sameynay oo la sii tayeen doono in cadaalad lagu maamulo dadka oo garsoor siman ay helaan si markaasi kala dambeynta iyo nabadgelyada dalku cagaada ugu joogsato kooxda taaka gudbo arrimaha bulshada waa halka ay ugu muhiimsan waxa la socotiin arrimaha bulshada sida caafimaadka biyaha maarteen maxayeen waxbarashada beeraha inaan gelinay dadaal aan gelinay waxbarashadii waa ogeydeen bilaash ka dhignay caruur badan awood u lahayn iskuulada gasho maanta inay iskuulada galeen maanta ay dugsiyadii hoose ay shajeer laabeen taasina ay keentay dadaalka la geliyay waxbarashada waxaan ku guuleysanay in caafimaadka la dhaadhiciyo oo ilaa heer tuulo la gaarsiiyo oo maanta dhammaan Soomaaliland degmo
يا قبل يا تولو لما تولو كفرين هذا كذا عاصمات كي الله نعضوه أما إمسيج أما إرسيبوس وعن من الله بلان خالنا وعن من الله تهالك بلان خالنا إلا عاصمات كينا تيينو وعاصمات شبان ولو سمي يعيان سمينو إلا وحبرشي لتيينو من دوكسيادة خوصان نحي سيكندريادة إلا جامعرها إلا تيينو يعني ما تنقل بلان شبتا سنة دمبي أن تيين تا كنت ذا التعليم تا أو أين نقولين تعليم إسكت سعوتا أو بلا قرشة إيه نقولين تانا ولا حلود ياري وحي هو أساسها يا لود ياري تانا بيها حاجة بيها وعلى سعوتا هذا جل بيها وعلى جالسية ماتا إلى هير تورو أتان قبر كأو كهلو وحن قصوا بين تطلعنا سنضر شان يتمن ريك أو ما أنت عيرش بيها أو إذا كي بيه بيه نظيفة أي عبيان واحد قرن كرتان مقال يا هذا قرب هذا يا ما مقال أحد أقول لك يوم قدرنا هراتك بيه لو عبيا جدا ما أنت واحد لو عبا بيه عبا لو عبا عيل صار مسلم يا سعوتان ربع برشة وحيلا كقمني بركي كواد متدي سمالة جرتين وعن كنسني قبل كعوض المجال بورما لما بقول يا شيء لما تنقري قطيع ثلاث دسي قطكم خاتي تين أي لا يم سيش كلا قد حد دسي ما تا أنت صد لما بقول قيس كم قطيع ري أي كنا لي ما تا يا دكتي الله سعوتان هذا خاله هذا خاله أنت أبور ما اسمه لك كل جرة طلاسة نظام يسلو عمرتي يسلو عمرتي وما سعتان وحكى نتاسي وحكى قبني كابياشي دخالها كابياشي دخالها يا وحكى قبني وحن السمايني وذني يسكح ليسي كلابين يبور ما أدور يا فرت كيلومترا أو سهل شيء نرشي يدخالي كرو خاطي أو ذهر أو ما أنت عاصمة عندي وبعتاي أي ساعة يا بن كنت قال نول كي شلعي لقو تاقي جريب هرقاي سوا تقانين لقانا وعسلو اسكو بدلو القرنسان تطلب دولار بوحا قالوا كاق هذه قوت كل دكتوري سين ما أنت رأى لما دولار بس ادعى دولار لقو تاقي هرقاي سا واحد كلو مقالبه ما مقالبه حان شوني بورا وعاصمة قبل كاوضل كان يا شيخ دخاله واحد حكم الدليل والدوي كان ما انت بقولي قال قسم ايه واحد سومالي وترى هذا ويلا هروب ده شيء يا هروب ترى ما دي بقوا فعا انا ما انت يا كان تاجنا تضرب سنة كهر واحد غيب بور ما يني بلا خالي ان المجال بور واحد ده دورتان ثم كيلو متر ان كبنا اللي عندنا كسمين دورة يعني بلا خالي شنتي سنة أن بلغ عليه تضرب سنة جولة سنة قدومي على دقمة نيشة جاي واحد سمع السماء يتشتد يكوم ثمان كيلومتر ولا مية أو فضو ضاي ساي إسكو سعد كيم مجال هذا أو ما أنت ومش لقى سوق خارج قرقاب لقى سوق خارج أي أي نص دولار لو كان يوم دكتور كبوي نبور ما هل كيا ولا ثمان دولار عمله واتن دولار تمشي سوق خارج واحد كانتي واحد كانتي هذا يد برشلة إيه كم عيني إيه مارتا كم مذهين بيها بورما مارتا مجالا بورما أو مجالا وعليك ونسحق بيها أو تفك توش كولا ما يدو يجتا معدي عن مدين وعن نقول كورتي أساسا واحد بورما سوى جيدي انت علين لقى هلا بورما إن بيها لقى هلا نظيفة أو الموقع مارتا الجمال لقى هلا waxuu soo jeeday in dhammaan Soomaali meel ay degan tahay ba in soo igsato in boorma dagtiso in boorma dagto ayay ka tahay taasi waxaan ku faanay anigu inta xil hayeeban ma kuma faanay inta xilka hayay yaa waxaan soo kordhinay anigoo xilki hoose golaha deegaanka ayaa iyada hormoodka ahaa in arrimaha bulshada in waxbarashada jaamacad dalka la tayeeyo aasaas aan ka ahaa yaa boorma hormood baan ka ahay ninkii shirkadda boorma dhisay baan ahaa
وحاسس ذلك أساس كوه هامرهي ما أنت أنا سياسي أنا وحدي بلقاري يا سيدا شلي وحب بسي إن ما أنت حصول بسي إن سيك بدن وسيد استورة ذلك يو يقبل كلام وحن بلقاري نائب كنا وحن بلقاري نما تنا كابي أشين قاري تي لوردمان إن سيح وجنو أو وذدي وينيد إن رشين وحكت ليسي إن رشين وحكت بدليسي بكرة من اللي يعطوا إن يوم السبت هسنا صوص عطا إن شاء الله أنت ما ينقول يوم قبل قاري واحد كندو عيسان واحد كندو عيسان ها أظلو يوم نوجدو عيسان إلى إن هو قرب قلو بلن قاس كاس قارها وطلاسي بور ما يلو يعطو إن العيشة تصل النور دمية كنت حية دمانتي وحكرو أريما أكمل كابي عشنا قايس ما يني كنت لاب سنين والوقتين ولا سعوتين تركا سيد هستي مكشيك يسي وسارديه تركا أوردر ولا وده بدرو ما أرتي واحد أقل يريرو كده حلل دولة دهري حين maanta fogaa laga wadaysay gaar ahaan gobolka awdal magaalada xibooramana waxaanu ku soo kordhinay shan wasaarado xafiisadooda ku soo kordhinay aqalkii madaxtooyada oo maanta qasriya oo maanta boorba dhaxalo ah ayaa ku soo kordhinay intaa ayay ka badan waxaan rajaynayaa balan qaadinaa shanta sanadba baadana dooratan in wasaarado walba iyo meel kasto shacabiga looga adeegay inay noqon doonto aqalowada muraayada iyo xafiisada qodobka qodobka ugu dambeeya waa arrimaha siyaasadda xisbiga kulmiye wuxuu dabar ka furay dhalinyaradii inay ka qayb gasho siyaasadda waa kii ka dhigay inay daada shayaatay jirka kaga tartamaan goleyaasha deegaanka wuxuu dhiirigeliyey inay dhalinyartu ka qayb qaato talada dalka waxaad maantaad ogtii reer awdal qaybtoodu way heleen waxaa maanta garanaysaan guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu waa nin reer awdala waa nin dhallinyaraha waxaad ogtihiin wasiirada wasiirka ugu daadayalihi guuleed cabdi xasan waa nin dhallinyaraha waa nin reer awdala waxaad ogtihiin guddoomiye ku-xigeenka koowaad axmed yaasiin shacarayaale waa dhallinyarta kuyuu ka mid yahay isaguna waa raggaa soo kordhinay maanta boos miiba waxaan intaa yay ka badan oo dhalinyaraa maareeyaha maareeyaha wadooyinka maareeyaha wadooyinka garanaysa isagana waa dhalinyarta soo kordhiday ee maanta taladii dalka ka qaybgalkooda loo sahlay markaa sidaasaa siyaasadda adreya awdo kore soo qaadnay markaan ilaa siyaasadda guud dalka looga talayahay waa golaha wasiirada dowladdii naga horreysay dowli lixinka wasiir reawdo waxay ku lahaayeen shan bay ku lahaayeen maanta toban bay ku leeyihiin waa labanlaab waa ballan baan qaadnay ballantaan qaadnay waxa weeyaan in reawdo wixii ka maqnaa inaan maalinba intii waqtigu saamaxo inay soo kordhaan maanta waxaa la dhisayaa qaran tartanka xisbiyada qurux badan lihi waxaynu ku tartamaynaa wax qabad baynu kala tartamaynaa ee kuma tartamayno qoray kuma tartamayno marka walaalayaal cadceedda gelin joogteen waxaan idin hambalyeynayaa waxaynu ku dardaarayaa inagu xisbi xaakim baan nahay adaabta ilaaliya nabadgada ilaaliya sharafta ilaaliya qofka walaalkiina kuwa inaga maqan soo jiida codkeennuna maanta kulmiye ha noqdo aad iyo aad u mahadsantahay.